كلام الفرهودي انا جاي اكمل يا مصر هانت وبانت معلش نتحمل صباحنا نادي وصباح النادي مش باين يا بوكاب وطبوره بقى دمي عليك هايل ده يمكن نكون اصحاب اخوان او يمكن ما تعرفنيش بس انا عارف لو تعرفني بسلاحك ما تضربنيش ده سلاحك ده ليا امان مش ضرب واهانه يا مصر احنا ولادك ولا انت بيعانه بقينا أبطال الناس تنادينا وزهرة والتانية الناس تحيينا وفجأة قلبوا علينا ولعنوا أسامينا ومنهم اللي حاول بالناس ما يجينا بتقولوا تحكوا علينا انتم بقى فاهمين ما كنتوا لسه معانا وجنبنا نايمين وإيد في إيد شافين مسلم ومسيحيين وأجندة حمراء وخضراء وكتاب وكراستين ما تنزل تشوف بالعين اسألهم انتم مين اسألهم انتم مين وليه كده قاعدين عالبرد ليه صابرين وفي الشغل واقفين اسألهم انتم مين هتلاقي رد جماعي يا عم مصريين والله مصريين خايفين على بلادنا عالظلم مش راضيين لدم كل شهيد فاكرين ومش ناسيين رجاله ستات عملنا مجتهدين فينا تلاقي شباب وفينا مسنين تجمعنا كلمه مصر وعنواننا في التحرير شكرا
وشكرا.